مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. يمكن الكل بيستعد النهاردة، كل من ينتمي لهذا الكيان العظيم، لعيبة، جهاز فني، جمهور، كله بيستعد لحسم لقب الدوري بإذن الله لصالح النادي الأهلي، لقب ال 42 إن شاء الله في حال الفوز على فريق الاتحاد، وطبعا مع كامل الاحترام لفريق الاتحاد ثلاث نقط غالية علشان يكون عندنا الحقيقة أنه وقت بقى بعد كده أن احنا نقدر نحضر لأفريقيا، واللعيبة تقدر ترتاح وتجهز كويس قوي لبطولة أفريقيا وهي الهدف الأهم. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة. ثلاث نقط غالية جدا النهاردة بإذن الله. مش غالية قوي يعني بصراحة، يمكن هي الأغلى يا أحمد.